تحديد اماكن وحدات التكييف. ودي نقطة جوهرية لازم تتحدد من البداية. تحديد المواقع المناسبة للوحدات الخارجية بالشكل الصحيح ووضع الوحدات الخارجية حسب الموقع المناسب مع مراعاة سهولة الصيانة وخدمة ما بعد البيع فيما بعد. ودي نقطة جوهرية يا جماعة الخير. يعني عايز أقول لكم إن الصورة اللي هنا على اليسار في اتجاه الناظر، هنا بمنتهى البساطة جدا الوحدات الخارجية بالكامل، وده ليها فيديو توضيحي موثق بنبعتها على الجروب. الوحدات الخارجية هنا خليناها زي ما احنا شايفين السطح فاضي تماما، وخليناها في اتجاه بيت الدرج. خليناها في اتجاه بيت الدرج. فهذا المشروع تحديدا العميل احنا كنا زارعين المواسير النحاسية من بداية المشروع أثناء صب الهيكل الخرساني. قال له مهندس علاء أنا مش هستخدم السطح، أنا هوزع الوحدات الخارجية على السطح وصلى الله وبارك. وبالتالي كانت المواسير النحاسية كلها، سوري، المواسير السليبات اللي اتزرعت كانت كلها موجودة على السطح. جه العميل غير رأيه فيما بعد. يا مهندس علاء تكفى، يا مهندس علاء أنا عايز الوحدات الخارجية نحطها بشكل جيد جدا، نضعها حوالين بيت الدرج زي ما احنا شايفين، طبعا في جزء هنا وفي جزء الناحية التانية وفي جزء في الجوانب واضحة بشكل كبير جدا في الفيديو التوضيحي اللي بنبعته. وبالتالي قلت له طب يعني ليه ما قلتش من البداية؟ كنا زرعنا المواسير كلها هنا بالمكان ده. طيب رجعنا عملنا ايه؟ ودي مدرسة انا ما يعني ببقى يعني اشتغل عليها وانا خلاص لا نبكي على اللبن المسكوب، ما باليد حيلة. احنا ما عملناش اي خطأ على الاطلاق، اضطرينا ان احنا نمشي المواسير النحاسية هنا في المكان ده والعميل، وخلينا عليها خلطة خرسانية وطلعنا المواسير النحاسية هنا في الجزء ده، ولكن لو من البداية أثناء صب الهيكل الخرساني. عشان كده دورنا مع العميل، يا فندم أنا عايزك تاخد القرار، الوحدات على السطح الأساسي ولا على باتجاه بجانب بيت الدرج ولا على سطح الملحق. دي نقطة جوهرية لازم نعتمدها. وبالتالي اضطرينا ان احنا نمشي المواسير تمديدات ارضية، والعميل صب عليها الصبة الرغوية، وكنا حريصين وكان ايدينا على قلبنا بشكل كبير جدا، وعملنا اختبار مرة واثنين وثلاثة قبل الصبة، وكنا بنتابع الموضوع بشكل كبير جدا نخشى انه يحصل اي نسبة يعني خسف للمواسير. وبالتالي هنا في نقطة جوهرية بشكل كبير، ان احنا لو كان من البدايه كان الموضوع، ولكن دورنا احنا كشركه متخصصه وجهنا العميل، ولكن العميل هو اللي غير رايه فيما بعد. اما بالنسبه للوحدات الخارجيه في الجزء الخلفي من المبنى، وده انا بقول ان احنا نركب الوحدات الخارجيه في الارتداد زي ما احنا شايفين هنا، او لو في ارتداد للدور اهم حاجه لا يزيد عن 3 متر، لانه دايما الوكاله تقول نركب الوحدات على ارتفاع 3 متر عشان تساعدنا بشكل كبير جدا في خدمه ما بعد البيع. لو ركبت الوحدات اكتر من كده ده بيجي ممكن الوكاله يقول للعميل لا انا مش هقدر اعمل صيانه، جيب لي سقالات، جيب لي كرين، وبالتالي هتكون تكلفه على العميل بشكل كبير جدا. يعني فعشان كده هنا كاتبين ملاحظه مهمه جدا، اذا تم تحديد اماكن الوحدات الخارجيه من قبل العميل سواء بالجزء الخلفي من المبنى او السطح، ضروره اثناء بناء الهيكل الخرساني وضع سليبات لمراعاه مرور المواسير النحاسيه مع اعداد القواعد الخرسانيه او الحديديه للوحدات الخارجيه. ومرفق لكم لينك فيديوهات توضيحيه عمليه لتركيب الوحدات الخارجيه، اللينك ده بيكون موجود على الملف العلمي اللي بنرسله ليكم بمشيئه الله للمشتركين معانا في الكورسات. وبالتالي مجرد ما تضغط على اللينك ده يبقى الصوره موجوده وفيديو توضيحي موجود من ارض الواقع. طيب ايه هي يا مهندس علاء المسافات المعتمده للوحدات الخارجيه؟ احنا كنا لسه بنتكلم على التهويه الجيده للوحدات الخارجيه، وايضا دي بتساعد بشكل كبير جدا في الكفاءه التبريديه للوحده الداخليه. بمنتهى البساطه جدا المسافات المعتمده، وهنا فيديو توضيحي موثق من ارض الواقع بيشرح المقاسات المعتمده للوحدات الخارجيه. يعني دايما يقول لك لو في عندنا هنا جدار، المسافه من المروحه للجدار اكبر من او يساوي 2 متر. يعني ما يعني في للاسف بنشوف بعض المشاريع تلاقي مركب المروحه وهي جنب الجدار في اتجاه الجدار 50 سم. يا جماعه الخير هيحصل هيت ترانسفير بشكل كبير جدا، ومن الماكينه تقريبا هتكون شغاله على طول عند التي 3. يعني احنا دايما بنقول ان اختيار الماركات او اختيار الوحدات، وهنرجع لها دلوقتي، ان احنا بنختار قدرات الوحده عند وقت الذروه من الساعه 11 صباحا لغايه الساعه 4 العصر، ان هي التي 3 فتشتغل بكفاءه تبريديه. انا المكيف لو ما اتحطش في الحيز المراد تكييفه، كان فيه بعض العملاء
كلمونا وقالوا لي يا مهندس علاء الامور طيبه جدا، والوكاله بتيجي الامور طيبه جدا، مش في مشاريعنا، في مشاريع تانيه كانت استشاره فنيه يعني. فاحنا دايما عندنا مدرسه ما بنطلعش استشارات فنيه لانه احنا مش مكتب استشاري، ولكن ممكن ندي نصيحه للعميل يعني. فلما ارسل لي الفيديو لقينا مركب المروحه في اتجاه المروحه على طول. اولا هنا في انا مش عارف، انا هحاول اكبر لكم الصوره شويه. اولا هنا في الجزء ده بيقول لو المروحه في اتجاه المروحه اكبر من او يساوي 4 متر 50، يا جماعه الخير لكم ان تتخيلوا ان هو مركب المروحه في اتجاه المروحه 50 سم. طب ما هنا هيحصل هيت ترانسفير بشكل كبير جدا، وهيبقى فيه اشعاع حراري، وبالتالي المكيف مش هيقضي الكفاءه التبريديه المطلوبه منه، لانه بيحصل اشعاع حراري بشكل كبير جدا. لو المروحه عكس المروحه تبقى المسافه ما بينهم 60 سم كويسه جدا وسهله الصيانه والتشغيل. فهنا الكتالوجات دي نتبعها بشكل كبير جدا في عمليه الانستليشن للوحدات الخارجيه. احنا بناخد يا جماعه الخير دلوقتي ان كل مرحله بناخدها باختباراتها بالستاندرد المعتمد بالمواصفات الفنيه المعتمده، ده دورنا احنا كشركات تكييف، ودورنا ان احنا نطور من نفسنا، ودورنا ان احنا نتبع كتالوجات الشركه المصنعه يعني بنسبه 99%. طبعا مش هنقدر نقول بنسبة 100% والكمال لله وحده، ولكن نسبة 99% دي نقطة جوهرية بشكل كبير جدا. أنا هنا لما بيقول لك لو أنت عندك صف واحد المروحة في اتجاه المروحة ممكن تبقى 4 متر، إنما المروحة للجدار تكون 2 متر. طيب المروحة للجدار ما عنديش مشكلة تكون من 20 إلى 30 سم، القواعد الحديدية اللي إحنا بنركبها هنا بيقول لك لو عندي هنا مكيفات فوق بعض يبقى الجدار من الخلف 30 سم مع القواعد الحديديه 30 25، الموضوع ابروفال بالنسبه لي، وبيحصل انتقال حراري بشكل كبير جدا سواء للوحدات الخارجيه او الوحدات ايه؟ او الوحدات ايه؟ الوحدات الداخليه. الوحدات الداخليه لو ملاحظين هنا ان بيكون عندنا هنا فتحات مناسبه جدا، هنا منطقه البورده بالنسبه لنا، منطقه البورده هنا مهمة جدا 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 ان احنا نسيب مسافة ما بينها وما بين الجدار على الاقل من 50 الى 60 سم للوحدة الداخلية عشان فتحة الصيانة. وانا دايما بقول يا جماعة الخير في نقطة جوهرية، احنا قلنا ان احنا بنضع الوحدات الداخلية، انا شايف في بعض المهندسين عاملين ريز يور هاند، انا عايزكم تدونوا كل الاسئلة، وان شاء الله باذن الله بيكون عندنا جروب المشتركين في الدورة التدريبية، وبنحاول نفتح الاسئله ونحاول ان احنا نجاوبكم على جميع الاسئله الخاصه بالسبيسيفيكيشن في جميع المعلومات، بالاضافه ان المحاضره اللي احنا شغالين عليها دي محاضره مسجله يقدر يستفاد بيها اصحاب الشركات، يقدر يستفاد بيها مهندسين الميكانيكا الاستشاريين، لكي تكون ريفرنس ليهم فيما بعد ومرجع ليهم بشكل جيد جدا. فهنا بقول دايما ان الوحدات الداخليه ضروري تركيب فتحتين صيانه، فتحه على يمين البورده تمام في منطقه البورد عشان تبقى سهله للصيانه والتشغيل فيما بعد، وفتحه خلف المكيف عشان تنظيف الفلاتر. بيجي على العملاء يتواصلوا معايا مهندس علاء المكيف ما بيبردش، قلت له طيب يا فندم جايب ايرور معين على الشاشه؟ يقول لي لا. طب ايه اللي حصل؟ يقول له والله المكيف يعني بقى له سنتين ما شاء الله شغال زي الفل وبدا كده ما يبردش التبريد الا. فاول سؤال اساله له اقول له انت بتعمل تنظيف للفلاتر؟ يقول لي منين؟ اقول له اكيد في فتحات صيانه تحت المكيف، يقول لي مفيش فتحات صيانه. تخيلوا، لا دورنا احنا يا جماعه الخير مش دور مقاول الجبسن بورد على الاطلاق، مش دور المين كونتراكتور، دورنا احنا كشركات تكييف ان احنا ندي توجيه لمقاول الجبسن بورد في اماكن الفتحات الصيانه، وكمان نحددها على المخطط المعتمد ونحددها على الطبيعه. مجرد ما نركب الوحده الداخليه بالسبراي كده نرسم فتحه 50 في 50 على السقف وندي توجيه لمقاول الجبسون بورد، تعالى ابن الحلال انا عندي هنا فتحه 50 في 50 عند منطقه البورده تحت العلام بالظبط، تركب الفتحه بتاعتنا، والفتحه الثانيه بتكون خلف المكيف نرسمها بالسبراي ايضا على اساس انه يتم سهوله الصيانه وتنظيف الفلاتر فيما بعد، وبالتالي العميل اضطر ان هو يجيب مقاول جبسون بورد مره ثانيه ويفتح في الجبسون بورد مره ثانيه. لا، انا دايما بقول ان كل مرحله بشكل كبير جدا ان هي تاخد التوجيهات الخاصه بيها، وهنتكلم في منطقه الجبسن بورد والكوردينيشن اللي بيتم مع شركات الديكور، ودي نقطه جوهريه بشكل كبير جدا. طبعا في فيديو توضيحي معتمد هنا ابروفال بالنسبه لنا يوضح لكم المواصفات الفنيه
للمسافات الوحدات الخارجية. نيجي طبعا لماركة التكييف. طبعا عندنا الماركات المعتمدة، طبعا في ماركات كتير في السوق، يعني انا مش عايز اذكر الماركات المذكورة قدامنا، جري، فوجي، كارير، جنرال، ترين، يورك، دايكن، ال جي، الزامل. احنا معانا مهندسين ومعانا متدربين ومشتركين من جميع الدول ومنطقة الشرق الأوسط بالكامل. فهنا بنقول اختيار نوع التكييف والماركات ذات الجودة العالية وكفاءة استهلاك الطاقة، وأيضا خدمة ما بعد البيع من الوكيل وفق الميزانية المرصودة من قبل العميل، لأنه أنظمة التكييف للمبنى دي أنظمة مهمة جدا جدا جدا، إن احنا نختار ماركة بالمواصفات الفنية، وأيضا على أن يتم اختيار ماركة الأجهزة ونوعيتها بناء على موافقة العميل. يعني احنا علينا ان احنا نشرح له كل وكالة على حدة، طبعا في وكالات تانية كتير ممكن ما تكونش مذكورة، وكالات محترمة جدا في السوق، ولكن ده البروشور الخاص بينا، وبنتعامل مع وكالات أخرى. مش عايزين الوكالات التانية حبايبنا يزعلوا مننا يقول أنت ما ذكرتش اسم الوكالة، لا هو ده زي دباجة كده موجودة في البروشور الخاص بينا. فهنا نقطة اختيار الماركة زي ما شرحنا في بداية السيشن، إنه اختيار الماركة يا جماعة الخير هي مهمة جدا في نقطتين، السبيسيفيكيشن والمواصفات الطاقة، وطبعا أغلب المكيفات دلوقتي بقت مكيفات انفرتر موفرة في الطاقة، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع للوكالة. ودايما نكون حريصين نختار للعميل الوكالة اللي موجود ليها صيانة وموجود ليها مقر، وفي نفس الوقت يكون حتى لو مش موجود لها مقر يكون موجود ليها قسم صيانة يلبي